رحلتنا مع عم حسن. تعالوا 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 نشوف مع عم حسن. تعالوا نشوف مع عم حسن. أولادي وبناتي، أهلا بكم في حلقة جديدة. ما زلنا نتجول في تركيا، وبالذات في المينيا. إيه؟ مينيا. نعم، طبعا كان معنا بعض البنات تعبوا من الشمس، لأنه إحنا حقيقة نصور في وقت حار جدا. تعبانة يا بنتي؟ قليلا صح؟ قليلا. نعم، وعسجلت الوضع معك؟ طيب قليلا تعبانة. حاسة إني ماشي على بركان من الحرارة. نعم نعم، نحن نصور في وقت حار جدا جدا جدا، لا يعني في وقت الظهيرة. نحن حتى نريد الأبناء والبنات الذين ينظرون إلينا الآن يشعرون بمشاعرنا ويدعون لنا. الآن يا أبنائي ويا بناتي، نريد أن نتعرف أكثر على المينيا ترك. وكما قلت لكم، هذا المينيا ترك هو مفتاح معرفة تركيا، مفتاح معرفة تركيا. فيه كل الأشياء اللي هي تعتبر مهمة بالنسبة لتركيا. طيب الآن نبدأ هذه الحلقة بمكان مهم جدا. هيا بنا يا أبنائي نكتشف مكان جديد ومهم في المينيا ترك. مع عم حسن. تفضلوا يا أولادي ويا بناتي، فعلا الجولة في المينيا ترك جميلة جدا. نعم. نحن أيضا وصلنا إلى منطقة مهمة جدا يا أولادي في المينيا ترك. المسجد الرهيب والمهم جدا جدا جدا. ماذا تريد يا فراس؟ يا إلهي، مسجد بعشرين قبة. تتعجب حضرتك، تتعجب. ولكن هذه القبة غير قبة عادية يا عم حسن. القبة التي في النصف المنتصف يعني. في البداية دعونا نتعرف على المكان الذي نحن فيه. هذا المكان في مدينة إيه؟ ها؟ بورصة. في مدينة؟ بورصة. بورصة. دعونا نتعرف على هذا المسجد ثم هذا الجبل. أولاً هذا المسجد، سأل فراس، سأل قال لماذا مسجد بعشرين قبة؟ في أحد منكم يا أبنائي يعرف القصة؟ تعرفها ولا ها؟ والله يعني تحاول؟ طب اعطني قليلا من المحاولة، واستمعوا يا بنات لهذه المحاولة الجميلة والجيدة. هات. لقد سمعت بأن كان هناك ملك قف اسمه ايه؟ ملك بايزيد الصاعقة. الصاعقة اسمه بالتركي يلدرم بايزيد. عيد مرة تانية. يلدرم بايزيد. يلدرم بايزيد. يلدرم بايزيد الصاعقة. نقول مع بعض يلدرم بايزيد. يلدرم بايزيد. كفاية. إذا كان في سلطان اسمه كان هذا الملك يلدرم بايزيد. كان هناك حرب. خضع على نفسه، قال إذا أنا فزت في الحرب إيش أسوي؟ إذا أنا فزت في الحرب سوف أبني 20 مسجدا. إذا يا أولادي، هذا المسجد العجيب يسمى مسجد بايزيد الصاعقة. بالمناسبة القبة اللي في الوسط هذه اللي عليها الشبك هي قبة زجاجية في المسجد، تحتها نافورة كانت لامرأة أرادوا أن يشتروا منها قطعة الأرض فرفضت، والعشرين قبة لأن العلماء اقترحوا على البايزيد الصاعقة بدلاً أنا ابني 20 مسجداً في بورصة. فقال له ابني 20 قبة. مسجد بعشرين قبة. مسجد بيه 20 قبة، واللي بنا اسمه بايزيد الصاعقة. تفضلوا يا أولادي، أريد أن تتعرفوا على حاجة مهمة جدا، شيء مهم جدا أيضا في مدينة بورصة. هذا الجبل هو مجسم الآن لجبل في بورصة. قفوا بشكل جيد لو سمحتوا. هذا الجبل يا أبنائي الأعزاء الذي يمثل، هذا ليس الجبل، هو يمثل جبل في بورصة. ارتفاعه، من يعرف ارتفاعه؟ تفضل يا بني. 2600 متر فوق سطح البحر. 2600 متر فوق سطح البحر. هذا الجبل يقع في مدينة ايه؟ بورصة. بورصة. الأخ الفاتح الكريم يعرف اسم الجبل فيقول اسمه بصوت عالي. أولودا. أولودا. بحكم أننا لغة التركية قليلا جيدة يعني، ولا أعرف منها إلا حرف واحد، ولكن نعيد الاسم. كوثر. أولودا، يعني الناس اللي ينظرون إلينا الآن على شاشة التلفزيون
يعلمون أن هذا الجبل اللي في بورصة اسمه أولوضة 2600 متر فوق سطح البحر، وصنعوا له طبعا التلفريك اللي هي هذه العربات التي تصعد إلى أعلى الجبل. وبالمناسبة دائما أعلى الجبل تقريبا معظم أيام السنة، لا في الشتاء فقط، يكون مغطى بالثلج، يتزلجون، ويوجد فنادق في منتصف الجبل يتنزه الناس فيها. تعالوا نكتشف أماكن جديدة ونشوف أماكن جديدة في مينيا تورك. تفضلوا يا أولادي. ما زلنا نتجول في المينيا تورك ونحاول أن نكتشف ونتعرف على أماكن جميلة في تركيا، ولكن على النماذج وليست على الحقيقة. النماذج المصغرة. نعم أحسنت، نماذج. الفردوس تستطيع أن تقرأ تركي، أرجوك اذهبي اقرأي هذه الكتابة وعودي إلينا سريعا وقولي ماذا تفهمين. سيمناري لمدرسة. تعالي، ماذا قلتي؟ شفت مناري لمدرسة. ما هو معناها؟ يعني المدرسة ذو منارتين. المدرسة ذات المنارتين، هذا صحيح؟ هذه المدرسة بنيت على العصر أو في العصر السلجوقي. سلجوقي؟ نعم، وهي تمثل اهتمام الحكام اللي كانوا في تركيا على مدى العصور بالعلم. إذن يجب علينا أن نهتم بالعلم. هيا بنا ننتقل إلى مكان آخر. وفق. يلا. تعالوا نشوف مع أم حسن. أيضا هذا المسجد جميل. أنا أريد كوثر أن تقرأ الكلام المكتوب في هذا المسجد، هل تستطيعين؟ ماذا مكتوب؟ سلجوق إسابي جامي. ما معنى هذا الكلام؟ اسم سلجوقي. سلجوقي. عموما هذا المسجد الذي أمامنا هو يعتبر بداية التحول من الطراز المعماري الإسلامي القديم للمساجد اللي شفتوه قباب كبيرة جدا، إلى هذا المعمار قبتين صغيرة وزوايا. شايفين الزوايا دي؟ نوع من التغير في نظام البناء، لكن برضو المسجد قديم 1375 ميلادي. قديم جدا، قديم جدا جدا، يعني نريد أن نقول كم سنة فيه؟ 400 سنة تقريبا، 2000، إحنا الآن في 2000، في 600 سنة، قديم جدا. وهو ولاحظوا أن تركيا يا أولادي، هذه قضية لازم تفهموها، تركيا تمتلئ بالمساجد التي تؤثر في الإنسان وتجعله يقبل على الصلاة، وإحنا يجب أن نقبل على مكان آخر إن شاء الله عز وجل. بس يا عم حسن، ألم تلاحظ شيئا؟ لم ألاحظ. ألم تلاحظ كلمة لا إله إلا الله على الباب المصغر؟ جميلة جميلة جميلة. دائما قولوا لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. هيا بنا يا أبنائي. مع عم حسن. أولادي وبناتي، نحن ما زلنا نتجول في المينيا تورك داخل إسطنبول، لكن هذه المنطقة التي على يسارنا، على يسارنا موجودة في مدينة بعيدة عن إسطنبول 1300 كيلومتر تقريبا، نقول تقريبا. كوثر، تعرفين اسم المكان الذي يوجد فيه هذا الجبل حتى نشرح عنه؟ اسمه إيه؟ أضيمان. End of in، ينتهي بحرف النون، أضيمان. طبعا لازم تعرفوا أنه كوثر تتكلم وتكتب تركي، وهذا شيء عظيم جدا، وهي تقرأ روايات بالتركي. لازم. عمو حسن، انظر إلى هذه التماثيل. جميل، انظر إلى هذه التماثيل. هذا التل الذي ترونه هو عبارة عن أحجار وضعت فوق قبور، تحتها قبور. طبعا هذا 80 سنة قبل الميلاد، عمر هذا المكان 80 سنة قبل الميلاد، قبل ميلاد عيسى عليه الصلاة والسلام. أرادوا أن يحموا القبور، خلاص أرادوا أن يحموا القبور، فبنوا هذه التماثيل تخيف من يريد أن يصعد، ويظنون أيضا أنها تحمي هذه القبور من أن يأتي أحد وينبشها. لكن نحن
مسلمين ولنا اعتقاد آخر في القبور لا نبني عليها، ونعتقد بأن الله سبحانه وتعالى يخفف على أهل هذه القبور بدعائنا لهم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، للأحياء والأموات. إذن نختم بكلمة واحدة، نعيد اسم المنطقة إيش؟ أضيامان. أضيامان، نعم، خبراء اللغة التركية يساعدوننا كثيرا. هيا بنا إلى منطقة أخرى. تعالوا نشوف مع عمو حسن. تعالوا نشوف مع عمو حسن. أولادي وبناتي، وصلنا إلى منطقة مهمة جدا داخل المنيا ترك. هذه المنطقة نحن الآن التي نقف أمامها، أمام مدينة. هذه المدينة قديمة جدا جدا جدا، عمرها يزيد على 5000 سنة. كثير ولا قليل؟ كثير، يعني يمكن ولدت قبلكم بعام أو عامين. جميل؟ ليس جميلا يا أبنائي. هذه المدينة، سؤال، ما هو اسم هذه المدينة؟ تفضلي. ماردين، يعني أنا على قدي سأقول ماردين وأنت تكملين الباقي. ماردين. 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 ماردين تاز. تاز. إبليراري. أوكي، جميل جدا. هذه المدينة التي ترونها بالمنظر الجميل، طبعا هذه المدينة بالمناسبة هي في تركيا، ولكن سكان هذه المدينة تقريبا كلهم يتكلمون اللغة العربية، ليست اللغة التركية، لأن هذه المدينة قريبة تعتبر من سوريا، من بلد كوثر، كوثر من حلب، أليس هذا صحيحا؟ وحلب قريبة من تركيا، ليست بعيدة. نعم، هذه المدينة ماردين لها قصة، تريدون أن تسمعوا هذه القصة؟ ليست طويلة، قصيرة جدا، هي ثواني. هذه المدينة يعيش فيها أهل الديانات الثلاثة، الإسلام والنصرانية والمسيحية. لا، المسيحية هي النصرانية، واليهود. ولذلك تجد هذا مسجد، ترى هذا مسجد، مساجد، تلك كنيسة التي عليها إشارة الصليب، هناك كنيسة وهنالك مسجد. وهذا يا كوثر أشير عليه، هذا الذي في الآن، هذا معبد يهودي بالطبع، هذا لا نعرف ما هذا هو لأن الله عليه إشارة، لكن هو مسجد. هذه المدينة حتى حصل فيها اجتماع قريب لمجموعة من العلماء برئاسة الشيخ عبد الله ابن بيه حفظه الله. هذا المكان يظهر للناس أن جميع الديانات إذا تعايشت مع بعضها بحب وسلام كان بينهم الود، كلهم يعيشون ويحترمون بعضهم البعض ويتعايشون في أمن وأمان وسلام في مدينة ماردين. في مدينة ماردين. نحن صحيح نحن مسلمين ونفتخر بأننا مسلمين، لكننا نقول عيسى عليه الصلاة والسلام وموسى عليه الصلاة والسلام ومحمد سيدنا عليه الصلاة والسلام. وبهذا نكون أولادي انتهينا من هذه الحلقة في المنيا ترك، وقد كانت حلقة جميلة بوجودكم كوثر، عسجد، فاتح، فارق، فراس. هيا بنا نذهب إلى البيت فقد تعبنا كثيرا. اشتركوا
وحسن. تعالوا نشوف من وحسن، نزور حضارة كل زمن. تعالوا نشوف، تعالوا نشوف، نشوف من وحسن. نعرف قصة كل حضارة والروعة في كل عمارة، والرحلة تزداد إثارة، رحلتنا مع عم وحسن. نعرف تاريخ الآثار ونحاول فهم الأسرار، بين المتعة والإبهار نتعلم مع عم وحسن. تعالوا 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 نشوف مع عم وحسن.